ضروري ضروري. حنا ديما عندنا هاد الاجواء ديال العيد في العمل هو هذا، مي حنا كنبغوا الساكنه ديال مدينه اسفي تنوض تفيق وتنوض، ما تلقاش هاد الزبل معرم وما يكونش داك التراكم ديال الازبال في المدينه. حتى خرج المواطن كيخرج كيشوف مدينه نقيه وداك الشيء كيكون فرحان، حتى حنا كنفرحوا، حتى حنا كنبغوا مدينتنا تكون نقيه ونبغوا مدينتنا. حنا كضربنا الغيره على مدينتنا شويه. بالنسبه للذبيحه دابا حضرتي معاهم الذبيحه ولا مازال؟ شويه لا مازال. باقي دابا باقي احنا من البارح. من البارح وحنايا خدامين بالنهار وخدمنا في الليل، ما دخلنا حتى الفجر عاد دخلنا. مي قعدنا ديك فطرنا ودرنا داكشي اللي سميتو وخرجنا للعمل ديالنا. مي حنا من كل شيء، من الكبير حتى الصغير، من المدير حتى المسؤوله ديالنا حتى العمال ديال حتى الشيف ديكيب حتى الكابران حتى العمال، كل شيء كتشوف كل شيء مضحي وكل شيء خدام وكل شيء خارج الله يحفظك. وكنتمنوا عيد مبارك سعيد لمدينه اسفي، وكنتمنوا عيد مبارك سعيد لشوف تي في، حتى هي بلا بيها كتوصل لينا بعدا النداء ديالنا المواطن. وكنبغوا من نطلبوا من المواطنين باش يتعاونوا معنا ويحتفظوا لينا على الحاويات ديال الازبال ويكونوا حتى هما معنا في اه بزاف بزاف. كنلقاو صعوبات في هاد الحاويه، راه غير ديال الزبل، راه ماشي ديال اللي ريب شي حاجه يدير فيها الحجار والروايد كيمشوا. مي حنا كنا راه انت كتشوف دابا الشركه اش كدير، كتنقي. ها حنا دابا جينا نقينا، كنبغوا حتى حنايا كما هما كيبغوا يشوفوا المدينه نقيه ويشوفوا داك الشيء، حتى حنا كنبغوا نشوفوا داك الشيء كنحطوه نقي، خاصنا حنا نتعاونوا وكل شيء. وزوين وزوين هذا الشيء اللي بغينا، هذا الشيء اللي بغينا. وعيد مبارك سعيد، عيد مبارك سعيد من طنجه حتى للقويره. في مناسبه العيد جبنا 100 حاويه اللي الكاباسيتي ديالها 660 لتر. هذه حاويات لي سوبليمونتيغ على لا دوتاسيون اللي مالفا كتجي لافيل، جات خصيصا على قبل العيد الكبير باش ننجحوا هذه العمليه ديال لا كوليكت في مدينه اسفي. يتواصلوا معنا على الرقم الاخضر 05 24 46 12 34. هذا هو الرقم الاخضر ديال الشركه. كيعيطوا الناس اكزاكتومون، كيعيطوا الناس 24 ساعه على 24 ساعه، كاين التواصل مع المواطنين، كاين التواصل معنا مباشره، ولي ريكلاماسيون تريتمون ديالهم كيكون سور لو شون. كنمشيو لعين المكان كنشوفوا اشنو لا ناتور ديال هذيك لا ريكلاماسيون، وتريتمون كيكون على حسب لا ناتور ديال الشيء اللي كاينين تما. نتمنى لكم عواشر مبروكه باسم جميع عاملات وعمال النظافه في مدينه اسفي. هذه المواكبه كانت تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام قبل من يوم العيد، وحنا دايرين هذه المواكبه. المواكبه كانت بواحد لي زونجا ولي مويان ايما وماتيريال مهمين في المدينه، من بيناتهم كانوا طراكسات ديال لوكاسيون، دي غوموك ديال لوكاسيون، والعمال والعاملات كاملين كانوا لغاو الكونجيات ديالهم، لغاو الروبوات ديالهم باش يكونوا على استعداد باستقبال هذا اليوم ديال العيد الكبير في مدينه اسفي. ضروري دائما العنصر النسوي كيكون حاضر في الايام العاديه في المناسبات الدينيه والوطنيه، العنصر النسوي كاين، وبطبيعه الحال بمساعده ديال الرجال اللي كاينين معنا حنا بيهم كنتعاونوا باش هذا القطاع ديال النظافه وفي هذا اليوم انا ننجحوا المواكبه ديال هذا اليوم ولا كوليكت ونيتوامون في المدينه تكون عند حسن المواطن المسفيوي. والحمد لله ديما كيف العاده شركه النظافه كتقدر انها تكمل لا كوليكت ديال لي ديشي ديال العيد. في كتشوفونا دابا كاين في الاواخر ديال اليوم وتقريبا 90% ديال لا كوليكت كملات. دابا كنديروا النيتوامو، كنديروا دي برودوي، كنديروا النظافه اللي كتجي مواكبه مع لا كوليكت ديال الشيء اللي كنتحطوا فريمون بدي كونتيتي اللي انورم وامبورطونت. سويت المناسبات العواشر كانت تلاقات مع العطله، كاينين دي فيزيتور في لافيل، كاينين العائلات اللي جاو، سكيفي لي ديشي كاينين كثار، والحمد لله استطعنا اننا ننجحوا هاد المناسبه. وكيف العاده كنقول لكم شركه النظافه راه شركه مواطنه في مدينه اسفي.